ورجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم فقراتنا، وهنتكلم في فقرتنا التانية في برنامج الكلام في ملعبنا عن مشكلة طبية. المشكلة الطبية دي بتزيد من عوامل الإصابة بأمراض تانية ومشكلات تانية، ألا وهي مشكلة السمنة. طبعا بتسبب أمراض تانية زي أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وداء السكري. علشان كده ضيف حلقتنا النهاردة هو الدكتور محمد إبراهيم حنيش، استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحة السمنة المفرطة، ومدرس الجراحة والمناظير وجراحات الجهاز الهضمي والكبد. أهلا وسهلا دكتور محمد، أهلا شرفتنا النهارده أهلا برنامج بحضرتك، الكلام أهلا معاك. بيكم، أهلا بيكم. ربنا يخليك يا دكتور محمد. في بداية حلقتنا النهارده يا دكتور محمد، حابين نعرف منك إيه أهم الأسباب المؤدية لمرض السمنة وإزاي أقدر أتجنبها؟ والله هي الأسباب لأمراض السمنة كتيرة جدا، يعني أهمها عدة حاجات هقولها لحضرتك دلوقتي. اتفضل. الحاجة الأولانية طبعا الأكل الكتير الغير منظم. ده بيجي في من الدرجة الأولى الأكل الكتير. طبعا طبعا، واحد بياكل كتير هيزيد يعني. تمام. وبعدين الاكل غير منظم، يعني حد بياكل متاخر وبينام، حد بيقوم الصبح ما بيفطرش يتغدى يفطر متاخر، الكلام ده بيعمل خلل في السيركيديان ريزم بتاع الكورتيزون والهرمونات بتاعه الجسم، بيترتب عليه بقى السمنه. الاكثار من الكربوهيدرات، يعني المكرونه والنشويات، البيبسي والشيبسي والحاجات اللي هي فيها. يعني دي كل حاجات ممكن طبعا اتجنبها لان ما يبقاش طبعا عندي سمنة. طبعا. الحاجه التانية ان انا ما بتحركش، ما بعملش مجهود. فحد بياكل، يعني انت حتى لو بتاكل الاكل طبيعي وما ما بتحرقوش او ما بتعملش بالظبط، مجهود هتزيد. وزنك هيزيد. بالظبط. فالمفروض ان انا انت ممكن تاكل كتير وتتحرك كتير، فالنيت ريزلت بتاعتك ان انت ما تزيدش. ممكن تاكل طبيعي وما تتحركش، النيت ريزلت بتاعتك ان انت تزيد. فالمفروض يبقى في توازن. تمام. التوازن ده بقى بيبقى يعني ان انت يبقى معاك رياضه يوميه معاك كل يوم، او اتليست تتحرك من نص ساعه لساعه. تمام. المشي اللي هو الهروله، مش الجري ولا المشي البطيء، او مش وانا بتمشى ابقى جايب كنز معايا واجيب تسالي وابقى مقضيها يعني. تمام. الامر اللي برضو مهم، خلل في الهرمونات. يعني لو عندنا مثلا قله افراز في هرمون الغده الدرقيه يخلي العيان يزيد. تمام. لو عندك مشكلة في الكورتيزون وزيادة نسبة الكورتيزون يخلي العيان يزيد، زي متلازمة كوشنج، تمام. كوشنج سندروم. خلل في الغدد المسؤولة عن النضج والبلوغ، لو حصل فيها خلل وقلة إفراط يخلي يبقى فيه سمنة. بيبقى ليها علاقة بالوراثة يا دكتور محمد؟ طبعا. لسه هقول لحضرتك دلوقتي، ما شاء الله عليك، ربنا يخليك. الجينيتك لها دور كبير. وجدوا دلوقتي ان حوالي 20 جين موجودين مسؤولين عن السمنه، منهم 10 جينات اوتوزومال دوميننت، يعني حاجات سائده. فعشان كده احنا لما بنيجي يجي لنا المريض لازم نساله الاول اخبار الوالد والوالده، نفس الكلام كده، بيعانوا من نفس من المرض. نفس المشكله، اخواتك، باباك، مامتك، جدك، جدتك، من ناحيه باباك ومن ناحيه مامتك، حد في العيله عنده المشكله ديت. ما كانش تبدا تساله طبيعه اكلك، بتاكل ايه، بتكتر من حاجات معينه، النشويات والكربوهيدرات والكلام ده. طيب انت طبيعه شغلك ايه؟ في حد طبيعه شغله قاعد على مكتب ليل نهار ما مش بيتحركش، بيتحرك. بياكل ما بيتحركش. حد اكله كله من بره تيك اواي، حد اكله كله شيبسي، شيبسي حاجات فيها هاي كالوريز وما بتتحرقش. تمام. الامر برضو المهم، الناس اللي عندهم مشاكل نفسيه، فحد لما بيتوتر بياكل، حد لما بيكتئب فعلا ده بياكل، دلوقتي بيزيد. حد لما بيتضايق بياكل. فده دي برضو كلها لدور. اسباب كلها بتؤدي اسباب، للسمنة. كلها اسباب مهمه جدا طبعا. عشان كده المفروض المريض لما بيجي لك انت كطبيب واجب عليك ان انت تشوف السبب. بتشخصه كويس الاول. هو في الطب علاج المرض علاج سببه وليس علاج عرضه. مش مريض بيزيد اخسسه وخلاص انا اعرف ايه سبب السمنه دي. ممكن يكون سببها خلل هرموني، ممكن يكون سببها جينيتك، ممكن يكون سببها المريض نفسه. فيعني لازم تبقى دقيق. لازم اشخص الحاله الاول. طبعا طبعا. وتبقى دقيق في تشخيصك علشان خاطر يعني تبقى ماشي صح. تمام يا دكتور محمد. هو يا دكتور، ما هي اسباب الامساك وكيفيه العلاج؟ الامساك طبعا اسباب. طب نخلينا في السمنه طيب، وبعد كده نكمل زي ما تحب. عشان ما ننقلش، نبقى المشاهد متواصل معانا. ما نشتتش المشاهد. تمام. طيب ايه مضاعفات ومخاطر السمنه وكيفيه الوقايه من السمنه؟ والله مضاعفات كتيره جدا. يعني مريض السمنه ده مريض بيعاني، ما مش عايش حياته. يعني لما نيجي احنا عندك اعضاء مهمه جدا هي اللي بيها حياه الشخص. عندك الكارديو فاسكولار سيستم اللي هو القلب والتنفس ريسبيراتوري سيستم، وعندك السي ان اس اللي هو الجهاز العصبي. تمام. نيجي نشوف السمنه بتاثر عليهم ازاي. القلب
القلب اللي المفروض يغذي 70 كيلو بيغذي 150 كيلو، لك ان تتخيل مريض القلب ممكن توصل بيه في الاخر ان هو يبقى لا قدر الله يوصل لفشل في عضله القلب، فضلا عن ان نسبه السمنه بتزود نسبه الدهون في الدم. فالدهون اللي عاليه في الدم ديت تروح على الاوعيه الدمويه تعمل اثروسكلروزيس اللي هو تصلب الشرايين. تمام. بعد فتره المريض يزيد ضغط الدم عنده، يدخل في ارتفاع ضغط الدم اللي تنتهي لا قدر الله بان تطلع حاجه من المترسبه من الدهون المترسبه في جدار الاوعيه الدمويه وتعمل جلطه. الجلطات ديت يا اما مميته يا اما بتاثر على حياه الشخص. اكيد مميته لان تعمل دخله في كارديوفاسكولار ستروك. جلطه اللي هو الذبحه الصدريه. الذبحه الصدريه وسببها السمنه. نيجي على الريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي، هنلاقي المريض جاي لا بيعرف ينام كويس ونومه متقطع، وكل ما ينام يقوم من النوم على كتمه وكرشه نفس ونفسه مقفول، والشخير اللي بيبقى زياده معاه وبيعاني منه اغلب يعني الناس اللي هم عندهم سمنه. فتخيل لك ان تتخيل بقى حياه واحد كل ما ينام ساعتين يقوم متوتر، يقوم مضطرب، موده عامل ايه ونفسيته عامله ايه. بيعاني كتير. بيعاني طبعا فضلا عن النفسيه، يعني مريض السمنه حركته قليله، ما بيخرجش مع اصحابه. ممكن يتجنب الخروجات عشان خاطر اللبس بتاعه مش لايق عليه، عشان خاطر مجهوده مش قادر. العرق يعني مش عايش. فهو يعني فضلا بقى لما تيجي تبص بقى على البطن تلاقي مريض السمنه بيعاني من ارتجاع في المريء والتهابات في المعده، وممكن يجي له افتاء وتأثير وعلى الكبد ومشاكل في الكلى، مشاكل في يعني لها اخطار كتيره جداً. واهمها يعني النفسيه والقلب يعني كلها مهمه بصراحه، بتاثر طبعا على كل ده. طبعا. طب يا دكتور محمد، حابين نعرف من حضرتك ايه رايك في نظام الكيتو دايت والصيام المتقطع اللي عامل طبعا نتائج رهيبه في الايام الاخيره، وهل ليه يعني نتائج سلبيه على الشخص اللي والله هو الكيتو دايت ده اللي البلان اللي بيحطه هو دكتور التغذيه. انما احنا كجراحين المريض بعد ما بيمشي المفروض يمشي سنه واحده سنه كامله على ريجيم معين ببروتوكول معين بيحطه له دكتور التغذيه. في حاله ان المريض بيفشل ان هو يوصل ايضا الوزن المثالي بيجي لنا كجراح، وساعتها بقى ببدا اقول له ان انت عندك العمليات اللي عندنا 1 2 3 وكل عمليه مميزاتها وعيوبها ومضاعفاتها وكده يعني. فهو الكيتو دايت اللي ده الدكاتره هو بيبقى ليه اثر راجع يا دكتور على الشخص؟ طبعا. الـ انت قصدك اعراض ولا يعني كل حاجه لما تبقى بحدود بيبقى يعني كل حاجه لها مميزاتها وعيوبها. تمام. المميزات ان الانسان هيخس، نفسيته هتتحسن الى حد ما، حياته هتتحسن، هيبدا يحس ان هو عايش. مضاعفاتها بقى على حسب، يعني بعض الناس بيدخل في انيميا، في نقص معادن، في شحوب في الوجه. فلازم ان يبقى احنا ماشيين تدريجي في في ناس لما بتخس يا دكتور بيبقى فعلا وشها اصفر وباين عليه، وكمان بيبان فعلا على الوش جدا. لا وبعدين كمان ان انا لما اخس انزل تدريجي ليه؟ لان انا عندي اماكن فيها تراكمات دهنيه عاليه. لو انا خسيت تدريجي الجلد ده مطاطي، فالجلد لما بخس تدريجي بيقدر يرجع للشكل بتاعه الطبيعي. أيوة. انما لو انا خسيت بسرعه اعتقد ان في ترهلات في الدراع، ترهلات في البطن، ترهلات في الارداف. فالحاجات ديت بتاثر برضه على نفسيته، يبقى خس ولابس كويس بس هو داخليا غير راضي عن نفسه. في ناس يا دكتور بتخس لما بتخس بيكون منطقه الوش بس هي اللي بتخس اكتر. بتفرق بقى من شخص للتاني. بيبان جدا على الوش اكتر من الجسم ما بينزلش. افضل طرق علاج السمنه يا دكتور؟ والله احنا قلنا علاجات السمنه اما بالعلاج التحفظي اللي هو بدون تدخل اصلا، ان انا بمشي المريض على ريجيم معين وبروتوكول معين في طريقه تغذيه معينه، المريض استجاب بيفولو اب معايا من وقت للتاني، واشوف بيبقى البيز بتاعه، بيبقى انا عارف وزنه وعارف طوله عشان خاطر ابقى عارف البي ام اي بتاعه اللي هو معدل كتله الجسم. معدل كتله. وبعد كده بيجي في المتابعه بشوفه بيستجيب ولا لا يستجيب، بس الكلام ده بعد ما اعمل الفحوصات اللازمه اللي استبعد بيها وجود سبب عضوي. طيب يا دكتور، حابين نعرف برضه ونعرف مشاهدينا معدل كتله الجسم بتحسب ازاي عشان لو في حد من مشاهدينا حابب يطمن على نفسه. لا هي بسيطه، حسبه بسيطه جدا. ان انا بشوف بوزن نفسي واشوف طولي.
والوزن بالكيلو جرام والطول بالمتر. يعني لو انا طولي مثلا 180 سنتي يبقى 1.8، بضرب الطول ده مربع الطول 1.8 مثلا في 1.8 بيطلع لي ناتج. تمام. بجيب الوزن بتاعي بالكيلو واقسمه على الناتج ده يطلع لي رقم. الرقم دوت لو هو اقل من 18 يبقى ده اندر ويت، ده نحيف، ده محتاج يزيد شويه. من 18 ل 25 ده ايديال، ده مثالي متوسط مثالي، ده مثالي. من 18 ل 25 ده مثالي. من 25 ل 30 ده اوفر ويت، يعني انت خلي بالك انت داخل على سمن. من 30 ل 40 ده اوبيزيتي، اوبيزيتي السمنه. من 40 ل 50 ده موربيد اوبيز، يعني حد زايد قوي. اكتر من 50 ده سوبر بقى، سوبر اوبيز. فهو يعني حاجه بسيطه يعني انت. طب ايه الاكل الصحي اللي حضرتك بتنصح بيه لمريض الكبد؟ اللي ربنا خلقه بدون تدخل مننا يعني. يعني الخضار، الفواكه، اللحوم بدون بس خصوصا الحاجات. بيبقى في اكل بيلخبط عند المريض، مريض الكبد ده بيلخبط جدا. لا ده مريض الكبد ده بيبقى له سبيشال اكل معين طبعا، سبيشال تريتمنت، ده بيبقى له معامله خاصه. بخلاف مريض السمنه، مريض السمنه بيبقى ماشي احنا بنقلله طبعا الكربوهيدراتس والليبيدز، الحاجات اللي فيها دهون وسكريات. بنكتر له من الخضار ومن الفاكهه، ممكن اكل بروتين زائد، بندخل له الرياضه في حياته، يبقى رياضه بس رياضه بشكل عالي يعني عشان خاطر يقدر يحرق كميه الدهون دي. جاب نتيجه معانا، جاب ما جابش بنلجا للادويه، ادويه بقى بتزود معدل الحرق، يا اما حاجات بتشتغل على على المخ، بتبعت رسائل للساتيت سنتر اللي هو مركز الشبع وتقول له ان انا ابعت اشارات للمعده ان انت كده بتاكلش. الادويه دي بيبقى لها اثر بقى يا دكتور؟ كل حاجه ولها مميزاتها ولها مشاكلها. كل بس ما دام تحت استشاره طبيه ده مفيش منها مشاكل. طبعا ما كانش في تحسن بقى، في عندنا طريقين. الطريق الاولاني اللي هو الانترفنشنال، ان انا بدخل اركب بالون المعده، دي بتبقى مؤقته من اربع لست شهور. دي بعض عمليات العمليات اللي بتتعمل لمريض السمنه يا دكتور؟ ما نقدرش نقول عليها عمليه، بالمنظار بندخل بنركب بالون، بتبقى واخده حجم معين من المعده، المريض بقى اقل اكل بيحس ان هو شبعان. كل حاجه برده لها مميزاتها ولها عيوبها. الطريق الاخير بقى اللي هو الجراحه، وده فعلا اللي الناس كلها لاحظت. اخر طريق انت حضرتك بتلجا له هو طريق الجراحه. بس بعد فشل المريض لمده سنه كامله ان هو يخس. مع اتباعه للحميه اللي دكتور التغذيه مش عليها. بيجي لنا بقى بيبقى في اكتر من بلان. هل يا ترى المريض بتاعك ده مشكلته في كميات ولا مشكلته في حلويات؟ لو هو كميات يبقى انت بتيجي بيبقى اغلب شغلك على المعده. لو مشكلته في حلويات بقى يقول لك انا كده، بتعمل له بقى تحويل المسار وتحويل مسار مصغر. طب يا دكتور محمد، حابين نعرف من حضرتك امتى اقول انا خلاص محتاج لعمليه جراحيه، وازاي اختار العمليه المناسبه؟ اقول ازاي ان انا محتاج عمليه جراحيه؟ لما امشي مع دكتور تغذيه لمده سنه كامله بالبروتوكول اللي هو حاطه، وما اخسش الوزن اللي ما الاقيش ان في ناتج كويس. واختيار العمليه على حسب طبيعه اكل المريض. مريض بيحب شغال ما بياكلش كميات بس هو شوكولاتات، حلويات، الحاجات اللي فيها ايه، عصاير عاليه السكر، ده بيبقى له معامله. المريض الثاني يقول لك لا انا مش مشكلتي في الحلويات خالص، انا ما باكلش حلويات، انا باكل كميات. انا مشكلتي في الكميات، ده بيبقى له تعامل. تعامل المريض بتاع الكميات ده بيبقى شغلنا كله على المعده، زي التكميم وما شابهها من عمليات. هو الناس اللي بتعمل تكميم هي صح ولا على حسب المريض؟ ما كل مريض وليه وضعه وليه اختيار العمليه بتاعته، يعني مش كل المرضى بتتعامل نفس المرض. في ناس يا دكتور بتعمل كده اصلا، تقول انا مش عايزه ازيد وبعد كده عشان انا اخس، فبتعمل تكميم عشان المعده تاخد حاجه بسيطه من الاكل. ما دي فكره التكميم بس. انا قبل ما بدخل المريض العمليه بقول له خلي بالك، احنا مش معنى ان انا عملت العمليه ان انت هتخس. انا ممكن اعمل لك التكميم وتقضيها شوكولاتات وحلويات، مش هتخس. العمليه دي 50% عليا و50% عليك، فانت ينبغي ان انا عملت لك العمليه بس انت لازم تمشي على التعليمات اللي انا هديها لك. طبعا طبعا. المريض اصل نظام التغذيه ده وان هو يخس ده نظام حياه، مش مجرد حاجه مؤقته. لان هو لو انا عملت له عمليه التكميم ورجع تاني ياكل الكميات، المعده هتتمدد تاني وهترجع لحجمها الطبيعي. يبقى المريض ما استفادش، وفي نفس الوقت ممكن ما ياكلش الكميات وياكل حلويات، حاجات الكالوريز بتاعتها عاليه جدا. ولو علاقه بالهيلثي فود ولا ايه؟ لو علاقه بالهيلثي فود، هو الهيلثي فود هيظبط لك اي حاجه. مع الرياضه، انت بتاكل اكل طبيعي كويس مع الرياضه الطبيعيه، او اتليست بتحرقي الكلام دوت، هتلاقي الدنيا معاكي مظبوطه خالص وجسمك مش بيزيد. ايه اخطر الامراض اللي بتؤدي اليها السمنه؟
اخطر الامراض اللي بتؤدي اليها السمنه اهمهم طبعا عندك السكر. مريض السمنه بتنتهي للاسف اموره بسكر، لدرجه ان بعض الناس بيجي يعمل لنا يجي يقول لها دكتور انا مش عارف اظبط سكري، ورحت لدكتور الغدد والدكتور الغدد قال لي لا لازم تعمل تكميم، فبيرجع لنا كحل للسكر، ممكن يبقى يظبط له سكر او سكر يروح من عنده خالص. الامر الثاني امراض ضغط الدم وامراض القلب مميته، بتاثر على السمنه مميته مميته. امراض الجهاز التنفسي اللي كل شويه بينام ويصحى على نفسه بيتكتم، فبيقوم متضايق متوتر مش عارف ينام ساعتين على بعض، حياته متلخبطه، ده بيضطر ان هو يعمل. المرضى اللي عندهم خشونه في الركبه، وزنه زايد، راح لدكتور العظام وقال له يا دكتور انا تعبان، دكتور العظام قال له لازم تخس. والخشونه دي قد تنتهي ان احنا ممكن نعمل تغيير مفصل، تخيلي في كل حاجه لازم الغضروف في الظهر. يقول لك انا رحت للدكتور والدكتور قال لي انت ليك عمليه بس ما ينفعش اعمل لك العمليه الا لما تخس. او ان انت ممكن تتحسن لو هو يا اما ليه علاج طبيعي او عمليه. علاج طبيعي لازم يخس، مفيش احسن من الجسم بسيك يا دكتور. ايه مفيش احسن من الجسم بسيك طبعا. طبعا طبعا طبعا. حضرتك محمد حابب تنصح المشاهد برجيم معين يمشي عليه؟ اهم حاجه ان احنا يعني يفطر اي حاجه، ما ينفعش ان اصل اغلبنا احنا بنقوم من النوم متاخر فدوبك تلبس بسرعه وهفطر خلاص هفطر في الشغل، تروح تلاقي دوامه الشغل بدات فتنزل في الشغل تفتكر ان انت ما فطرتش على الظهر او العصر، فتفطر ظهر وعصر، تتعشى الساعه 10 11 بالليل، تنام تزيد. فالمفروض انت قمت الصبح تاكل اي حاجه، لو حاجه بسيطه لو حبايه فاكهه. وجبة الفطار طبعا وجبة مهمة جدا، مهمة طبعا. يعني انت بعض الناس مش قادر يقوم الصبح مش قادر ياكل، ياخد اي حاجة، اي حاجة ياخد اي حاجة اي حاجة، كوباية حليب اي حاجة. ليه؟ لان انا لما ما باكلش بزود الاستريس هرمونز عندي، الاستريس هرمونز دي بتيجي بقى تعمل لي تزود نسبة الدهون وتعمل احتباس في الجسم، فبتخليني ازيد بطريقة غير مباشرة، ممكن ما بقاش اكل ما باكلش وازيد. من ضمن الانظمة بتاعة التخسيس ان انا باكل المريض عشان يخس. بنشوف ناس كتيرة دكتور محمد بتعاني لما بتشرب مية بتقول فعلا ان هي مش بتاكل يعني وبيزيد والاهم بقى ان انا ما اجيش بالليل ارجع بقى اخر النهار منهك واتعشى او اتغدى وانام. وفي ناس يا دكتور ما بتاكلش بتبقى محتاجه لفيتامين ولا ايه؟ اللي ما بياكلش محتاج فيتامينز. هو اوريدي لو كل الاكل الصحي مش هيحتاج لفيتامينز، لان الفيتامينز موجوده في الخضار وفي والمينرالز موجوده في الخضار وفي الفاكهه وفي الكبده وفي الحاجات اللي ربنا خلقها. طب هو اهم ثلاث وجبات فعلا في اليوم ثلاث وجبات ولا بتكتفي بوجبه واحده او ممكن لا مش وجبه واحده انا بكتفي بوجبه واحده اتليست وجبتين، واللي في الثالثه دي بتاعه العشاء دي تبقى حاجه بسيطه يعني زبادي حليب حاجات بسيطه كده خفيفه خضار فاكهه. طب بتنصح المشاهد دكتور محمد ياكل قبل ما ينام بفتره قد ايه؟ يعني بثلاث ساعات يعني اخر اكله قبل ما ينام بثلاث ساعات، يعني لو نام الساعه 10 يبقى اخر اكله الساعه 7. طب لو هيعمل مثلا سوء حضني بعد ما كل مش مشكله يحرق ينام والتون بتاع العضله بتاعه عالي، فهو نايم اريد هو نايم مش بيعمل مجهود وبيحرق. طب الناس اللي بتاكل وتنام على طول هتزيد بقت عليها كرش وتبقى مشكله هي بتسببه سوء هضمي بعد كده الاكل مش هيتهضم طبعا. ده جزء تاني، ما ده اللي احنا كنا بنقول عليه ان احنا هيبقى عنده ارتجاع في المريء والتهابات في فم المعده ومشاكل القولون وزياده الدهون في الكبد ويعني مشاكل كتيره. يعني هنروح للامساك ولا لا؟ ايه هو سؤال مهم جدا عشان المشاهد اصلا كده يعاني منه المريض بتاع السمنه بعد العمليات او مريض الرجيم ما بياكلش كلش كويس، فطبيعي ان هو يبقى انت ما بتاكلش ما يبقى في مشكله عندك كده معاك امساك. او نشوف بقى زي ما قلت لحضرتك علاج المرض هو علاج سبب وليس علاج عرضه، يعني اشوف سبب الامساك ايه. هل يا ترى سبب الامساك ناتج لوجود مشكله موجوده في فتحه الشرج مثلا، عنده شرخ عنده بواسير عنده مشكله؟ هل يا ترى مشكله في القولون، احيانا القولون العصبي شويه امساك شويه اسهال الدنيا معاه مش مظبوطه نتيجه قله اكل؟ أيوة. فانت تشوف السبب بتاع الامساك نتيجه لا قدر الله ورم، فيبان بقى الكلام ده يبان بالفحص الطبي وبعد كده التشخيصات والتحاليل هي اللي بتبين وبتقيم. دكتور طب ازاي نتخلص من غيبوبه الكبد؟ غيبوبه الكبد ديت ازاي تجتنبيها بقى؟ تجتنبيها على حسب العيان بيتعمل له اسيسمنت كويس ويتشاف العيان ده تشايلد ايه ولا تشايلد بي ولا تشايلد سي، العيان ده في انهي مرحله؟ بتبقى فيها دكتور محمد اكلات يعني من اكتر الاسباب اللي بتؤدي للغيبوبه؟ لا مش اكتر اسباب، هو مش اكلات معينه لا هو حسب حاله الكبد.
طب هو ايه الاسباب اللي بتسبب غيبوبه الكبد؟ غيبوبه الكبد في المراحل المتاخره، فشل في الكبد، الكبد مش قادر ياخد البروتين دوت ويحوله للالبومين يعني يستفيد بيه. هي الغيبوبه بتبقى في المرحله الاخيره للكبد. في المرحله الاخيره للكبد فاحنا على حسب، مش كل مريض كبد هنمنع عنه البروتينات. الحالات بتختلف طبعا. ايه يا فندم؟ الحاله بتختلف عن التاني. طبعا واحد بتختلف. في مريض لسه جاي لي في الاول، شويه جاست شويه دهون على الكبد، في مريض عنده بالهرزيزس، في مريض عنده فيروس ولا عنده، وبعد كده ارجع اعمل له اسسمنت تاني اشوف المريض ده حاله الكبد كويسه، حاله الكبد متوسطه، حاله الكبد متاخره، بالفحص الطبي برضه وبالتحاليل وبالفحوصات، وليه سكور معين، كل عيان ليه سكور والسكور بتاعه بيبقى له بروتوكول معين في التعامل. تمام يا دكتور محمد. طب في اخر سؤال في فقرتنا النهارده يا دكتور محمد، بتنصح مريض الكبد باكلات ايه وبتنهيه باكلات عن اكلات ايه؟ هو مريض الكبد انا انصحه ان هو يحافظ على الجلوكوز، لان الجلوكوز يقول لك ان الليفر سبورت ده اهم حاجه، البلاد جلوكوز بتاعه يبقى كويس، لان ده المين، ده الغذاء الاساسي للكبد، وان هو يحافظ على السيوله بتاعته، ياخد فيتامين كي كاف. ده يعني ده بعد ما اعمل تقييم كويس لحاله الكبد، مش كل مريض برضه هياخد الكلام ده. في مريض كبد ماشي معايا اموره زي الفل ومش محتاج حاجه خالص، جاست ان هو فولو اب من معايا، ومن وقت للتاني اطمن عليه واطمن على حالته جنرال واطمن على فحوصاته وتحاليله، اقول له انت كده كويس. تمام. مريض كبد تاني اقول له لا، انت لازم تجي له كل اسبوع او لازم تجي له كل شهر، على حسب حاله الكبد وعلى حسب الحاله العامه بتاعته. في مريض كبد ما عندوش استسقاء ولا تورم في رجلين، في مريض كبد حاله الكبد بتاعته مجرد ان هو اسمه مريض كبد، في مريض كبد بس عنده نسبه دهون في الكبد عاليه وخلاص، انت فاهمني؟ فهو على حسب المريض وتقييمك ليه بيكون التعامل معاه. نشكر حضرتك يا دكتور على الحلقه الجميله دي، شرفتنا جدا. مشاهدينا كده خلصت حلقتنا. ربنا يخليك يا رب. مشاهدينا كده خلصت حلقتنا، استنونا كل اسبوع في نفس الميعاد، الى اللقاء.